نعم مشاهدين الأكارم، متواصلين وياكم في صباح كربلاء، وأكيد بعد ما تناول حديثنا عن تبادل الثقافات واحترام الرأي والرأي الآخر، وأكيد التقارب اللي تحدث بين الشعوب، وكيف يمكن أن نتجاوز التحديات اللي تواجهنا في حال يعني انتقالنا لغير يعني أماكن كنا نسكنها، أو مثلا خلال سفرنا سياحتنا، فيمكن أن نتعرف على ثقافات أخرى تقاليد أخرى لا نقف عندها، يمكن بأنه نتعلم من هذه الثقافات الشيء اللي تكون لمصلحتنا، وعدم نبذ الآخر، عدم تعامل بعنصرية، عدم يعني استبيان شيء مقابل ضد للغير. فأكيد في اجتماع الأفراد المجتمع والتعرف على ثقافات الشعوب يعني يعود لنا بالفائدة. اليوم احنا في يعني في محافظة كربلاء احمد نشوف جامعة مجموعة شعوب وتقاليد واعراف، وشفناه بالفاصل الجميل كربلاء تنطق بجميع لغات العالم، اللهجات والاسماء والشخصيات، واكيد هذا بفضل الامام الحسين عليه السلام، انه كربلاء اصبحت عاصمة العالم، ليس عاصمة دولة واحدة، لانه كل شيء يجيها يعني من كل اللغات، من كل الديانات، من كل الشخصيات، من كل الافكار. فشوف مثل ما قلت انه كربلاء بدت في خاصه يمكن المدينه القديمه اللي قريبه عن الامام الحسين عليه السلام، تلقى اللي يتحدثون باللغه الهنديه، باللغه الايرانيه، باللغه مثلا الانجليزيه، باللهجه الخليجيه، باللهجه المغربيه، لانه كل الجنسيات وكل اللغات كانت موجوده. فاكيد مصطفى ستار ويانا ودي يسمع هذا الكلام. كم لغه تعرف مصطفى؟ صباح الخير والعافية أحمد، وأيضا لكل مشاهدي قناة كربلاء الفضائية. يعني حقيقة يعني أنا أثني على اللي يتكلم أكثر من لغة، لغة عربية ولغة أجنبية ولغات متعددة أخرى، يعني حقيقة حتى في مجال فرص العمل تكون فرصة أكبر، لا سيما اللغة الأجنبية، يعني تزيد دخل المادي، فشي حلو يعني. أشوف احنا اليوم موضوعنا عن كان حديثنا مصطفى، اول شيء صباح الخير. صباح الخير والعافيه مالك الحبيب. حبيبي الله يسلمك. لا خل من يجينا الدور نذكرك. حبيبي ان شاء الله، انت دومك بالقلب ان شاء الله. على الراس. الله يسلم راسك. احنا كلامنا عن تبادل الثقافات واحترام الثقافات والتقاليد، واليوم قلنا كربلاء هي كانت يعني صارت محط لجميع الشعوب وجميع الاحرار. فرأيك بهذا الخصوص اليوم؟ فعلا يعني كربلاء ربما كانت في السنوات الماضية تشهد مثلا نقول كل خميس زيارة مليونية، الآن يعني حقيقة ما لامسناه كل يوم يمكن ربما تلامسوا زيارة مليونية، يعني أعداد كبيرة من الزائرين توفد إلى هذه المحافظة المقدسة الإمام الحسين العباس عليهما السلام، وبالتالي جميع الجنسيات وجميع القوميات و دول عربية وأجنبية تختلط مع سكان هذه المحافظة، وبالتالي ثقافات حقيقة ربما أيضا عجيبة وغريبة، وربما ثقافات متشابهة مع ثقافاتنا. أيضا موضوع يعني موضوع السفر أيضا يولد ثقافات مختلفة، يعني مواضيع كثيرة حقيقة تولد هذه الثقافات. احنا مع هذا التنوع، مع هذا التنوع بالثقافات واللغة، ونريد نشوف تنوع الطقس وتنوع الطقس والمناخ من خلال حضرتك، واكيد الجو وياك. شكرا جزيلا احمد وايضا مالك، تفاصيل اوفى عن حالة الطقس في العاصمة الحبيبة بغداد وباقي المحافظات الشمالية والوسطى والجنوبية، لكن بعد ما نتوجه الى هذا الفاصل القصير. من جديد أهلا بكم سادتي الأكارم أينما كنتم في صباح جديد مع نشرة أنوال جوية التي تأتيكم دائما ضمن برنامج صباح كربلاء. نبدأ كالعادة بتصريح رسمي من قبل هيئة الأنوال الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل العراقية عن حالة الجوية المتوقعة لليوم السبت 27 من نيسان. نبدأ، سيكون الطقس صحوا إلى غائم جزئي في عموم محافظات العراق، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق، أما مدى الرؤية سيكون ما بين 8
إلى 10 كيلومتر. متوقع أيضا أن يكون طقس يوم غد على العموم غائم جزئي، وفي بعض الأماكن يكون غائم مع فرص لتساقط زخات من المطر وتكون رعدية في بعض الأماكن. أيضا يحدث هنالك نشاط للرياح طبعا مسبب تصاعد للغبار في بعض الأماكن في المنطقتين الوسطى وأيضا المنطقة الجنوبية. أما فيما يخص درجات الحرارة يوم غد إن شاء الله أيضا ستكون مقاربة لدرجة حرارة اليوم. أما درجات الحرارة التي رصدت في بغداد وباقي المحافظات فهي كالتالي. نبدأ كالعادة من العاصمة الحبيبة بغداد، كما تلاحظون 20 درجة مئوية الصغرى لهذا اليوم، ومتوقع أن ترتفع إلى الضعف العظمى، والأجواء ستكون تقريبا غائمة في العاصمة الحبيبة بغداد. أيضا ننتقل إلى جنوب العراق بالتحديد في محافظة البصرة، أيضا أجواء ستكون غائمة تقريبا في البصرة 23 درجة مئوية الصغرى، أما العظمى سترتفع لتسجل 40 درجة مئوية، ارتفاع واضح وملموس في درجات الحرارة في هذه الأيام مقارنة بالأيام السابقة. أيضا لو انتقلنا إلى محافظة أربيل، أيضا 19 درجة مئوية الصغرى، أما العظمى سترتفع لتسجل 32، وأيضا الأجواء ستكون غائمة في محافظة أربيل. أيضاً في محافظتنا المقدسة كربلاء 22 درجة مئوية أيضاً، والعظمى سترتفع تقريباً إلى الضعف لتسجل 40 درجة مئوية، أجواء حارة ومرهقة في المحافظة المقدسة. نذهب جنوباً حيث في ذي غار تحديداً 22 درجة مئوية الصغرى، والعظمى سترتفع لتسجل 40 درجة مئوية، الأجواء أيضاً ستكون تقريباً غائمة هنالك. أيضا إلى السليمانية شمالا كما تلاحظون 15 درجة مئوية الصغرى، ترتفع إلى الضعف لتسجل 31 درجة مئوية، الطقس سيكون غائم تقريبا في محافظة السليمانية في شمالنا الحبيب. أيضا في محافظات الفرات الأوسط بالتحديد في محافظة بابل، تبدأ درجات الحرارة منذ ساعات الصباح الأولى ب 22 درجة مئوية وترتفع لتسجل 40 درجة تقريبا، الأجواء ستكون أيضا غائمة هنالك. أيضا في جنوبنا الحبيب في ذي غار تحديدا أجواء ستكون غائمة تبدأ ب 23 درجة مئوية وتبلغ ذروة العظمى 35 بإذن الله تعالى. لازلنا في مطالعة درجات الحرارة في هذه المرة في دهوك، الأجواء ستكون أيضا غائمة كباقي المحافظات 18 درجة مئوية الصغرى، العظمى سترتفع لتسجل 32 درجة بإذن الله تعالى. أيضا ننتقل إلى غرب العراق بالتحديد في محافظة الأنبار، كما تلاحظون 20 درجة مئوية تبدأ الصغرى، والعظمى سترتفع لتسجل 36 درجة مئوية، الأجواء ستكون غائمة في محافظة الأنبار غرب العراق. أيضا بالعودة إلى محافظات الفرات الأوسط في النجف الأشرف تحديدا، الطقس سيكون غائم أيضا 22 درجة مئوية، وارتفاع واضح في درجات الحرارة ستلامس 40 درجة في النجف الأشرف. أيضا إلى الديوانية لا تختلف كثيرا الأجواء، فهي غائمة وحارة تبدأ ب 22 درجة مئوية وتبلغ ذروة العظمى 40 درجة مئوية تقريبا. أيضا ننتقل سادتي المشاهدين إلى محافظة الموصل، أجواء ستكون في محافظة الموصل كما تلاحظون تبدأ ب 19 درجة وتبلغ ذروة العظمى 36، والأجواء ستكون غائمة تقريبا في الموصل. أيضا نذهب إلى ديالة، أجواء غائمة أيضا في ديالة، تبدأ درجات الحرارة الصغرى منذ ساعات الصباح الأولى ب 23 درجة مئوية وتبلغ ذروة العظمى 39 بإذن الله تعالى. أيضا إلى واسط حيث الأجواء الغائمة أيضا 23 الصغرى، العظمى متوقع أن ترتفع لتسجل 35 درجة مئوية. أما في صلاح الدين 20 درجة مئوية الصغرى، العظمى 39، الأجواء أيضا ستكون غائمة هنالك. إلى كركوك 23 درجة مئوية الصغرى، أما العظمى سترتفع لتسجل 36، الطقس غائم هنالك. مسك الختام من المثنى، كما تلاحظون أجواء مشمسة في المثنى 24 درجة مئوية صغرى، أما العظمى سترتفع لتسجل 39 بإذن الله تعالى. كان هذا كل ما رصد وشخص سادتي المشاهدين
من درجات حرارة صغرى وعظمى في مختلف المحافظات العراقية. هذه عودة للزملاء أحمد ومالك لتكملة ما تبقى من فقرات البرنامج. إلى اللقاء.